والله التحديات كثيرة. تعرفين هناك انطباع موجود لدى دول العالم منذ سنوات، الجانب الأمني هو الجانب الأساس في توفير صورة سياحية مستقرة عن العراق، هذا الجانب الأول، وهذا يحتاج إلى جهد بلا شك، إلى جهد كبير لتحسين هذه الصورة ولتغيير الصورة السابقة التي تشكلت بفعل التحديات التي وقعت على العراق من سنوات الإرهاب والضغط على البلد من جهات متطرفة. هذا أولا. الجانب الثاني هو لابد من توفير البنية اللازمة لورود أو قدوم السائحين إلى العراق على مستوى المطارات، على مستوى السكك الحديد، على مستوى الشوارع، على مستوى الفنادق. هذه البنية اللي هي البنية السياحية لابد أن تنمو وأن تظهر وأن تكون معلومة ومعروفة لكل السائحين المتوجهين للعراق.